السلام عليكم. يبدو لبنان باسما وسط محيط عربي غارق في حروب دموية، لكن وراء هذا الوجه الباسم قلب مضطرب يعيش على خفقان سياسي حاد، خصوصا بعد جلسات المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الراحل. جلسات ساق فيها الادعاء العام للمحكمة أدلة قوية بحسب وصف المراقبين على تورط حزب الله اللبناني في اغتيال الحريري، لكن هذه الجلسات تطرح جملة من الأسئلة من قبيل: ما الجديد فيها، خصوصا وأن أصابع الاتهام سبق أن وجهتها المحكمة الدولية لحزب الله؟ وكيف سيتفاعل الحزب مع ما توصلت إليه المحكمة من أدلة تدين قادة عسكريين كبارا فيه؟ هل سيخضع الحزب لمنطق العدالة التي يطالب بها اللبنانيون قبل غيرهم ويسلم المتهمين إلى القضاء الدولي؟ ما المستقبل الذي ينتظر حزب الله في ضوء الضغوط التي تتجمع فوقه، وتحديدا مستقبل مغامراته الحربية خارج الحدود؟ هذه بعض من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. في خضم الحروب والصراعات الدموية التي تزدحم بها المنطقة العربية منذ بضع سنين، أبت المحكمة الدولية الخاصة إلا أن تأتي بلبنان إلى واجهة المشهد العربي، ليزداد ذلك المشهد تعقيدا وهو الملتبس أصلا. المحكمة الدولية المختصة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وبعد 13 عاما من وقوع الجريمة، توجه أصابع الاتهام صراحة إلى القيادي الميداني في ميليشيا حزب الله مصطفى بدر الدين، الذي قتل بمعارك في سوريا قبل أكثر من سنتين، كما لمحت لتورط حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله في جريمة اغتيال الحريري. اتهام شخصيات مقربة من زعيم الحزب حسن نصر الله يحمل في طياته اتهاما آخر للحزب وقياداته العليا، لا سيما بعد أن ساقت المحكمة أدلة وصفت بالقوية على التورط الكبير لحزب الله ورؤوس قياداته العسكرية في التخطيط وتنفيذ الجريمة، الأمر الذي لا شك سيترك أثرا سلبيا على الحزب في الداخل اللبناني، وكذلك على الأدوار السياسية والعسكرية التي يلعبها الحزب خارج الحدود اللبنانية. التصريحات الغاضبة من جانب قيادي حزب الله بشأن تسييس المحكمة ومحاولتها النيل مما يسمى بمحور المقاومة تشير ربما إلى موقف الحزب من هذه التطورات الأخيرة، بل أن حسن نصر الله استبق إعلان المحكمة عن لائحة الاتهام ليؤكد قبل أسابيع على أن المحكمة لا تعني للحزب شيئا على الإطلاق وليس لما يصدر عنها قيمة تذكر، محذرا في هذا الصدد مما وصفه باللعب بالنار. وبحسب كثير من اللبنانيين فإن خسائر حزب الله لم تبدأ مع اتهام عناصره القيادية، وإنما بدأت يوم أن تحول الحزب من جماعة تدعي الدفاع عن أرض لبنان ضد الأطماع الصهيونية إلى مجموعات مسلحين مرتزقة تمولها إيران لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، ولو كان ذلك باغتيال رئيس وزراء الدولة التي ينتمون إليها. إلى ضيوف الحلقة، معي في الاستوديو الأستاذ طارق شندب المحامي الدولي، وعبر سكايب من بيروت يوسف دياب الكاتب والباحث السياسي، كما أيضا معنا من بيروت عبر سكايب الأستاذ قاسم قصير الكاتب الصحفي. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ بالأقربين. أستاذ طارق، ما الجديد في هذه المحاكمة؟ يعني سبق وأن اتهم حزب الله أو أشارت المحكمة إلى وجود أدلة تتهم يعني قياديين عسكريين في الحزب، يعني واليوم الأمر حصل نفسه، ما الجديد في هذه الجلسات؟ أولا، نحن الآن بعد 13 سنة من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، هذه المحكمة الآن هي في جلساتها الختامية عن هؤلاء المتهمين حتى هذه اللحظة، لأنه يمكن أن يكون هناك متهمون آخرون، ما تزال لجنة التحقيق تحقق في الجرائم المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. الادعاء العام اتهم عناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابية بأنهم هم من تآمروا وشكلوا عصابة إرهابية لقتل الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. كذلك أكد الادعاء على أن هؤلاء المتهمون لا يمكن إلا أن يكونوا ضمن جماعة إرهابية كبرى، وأنهم أخذوا أوامر من حزب سياسي كبير،
وأنهم لا يمكن أن يكونوا قد تصرفوا من تلقاء أنفسهم نظراً لحجم لضخامة هذه الجريمة ولمعطياتها التقنية المتعلقة بالتحقيقات. أضف إلى ذلك لا بد أن نؤكد أن هذه أول جريمة تنظر في جرائم الاغتيال السياسي في لبنان وفي العالم، هي أول محكمة تنظر في جرائم الإرهابية والتي عرف من خلالها القانون الدولي جريمة الإرهاب التي اختلف العالم حول تعريفها والمتهم بها كما قلنا عناصر لميليشيا حزب الله الإرهابي. لابد أن نؤكد أن عمليات الاغتيال السياسي في لبنان منذ زمن طويل بدأت في العهد الحديث باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقبله محاولة اغتيال الوزير مروان حميدة، ثم تلتها مجموعة اغتيالات للضباط والقضاة والوزراء والشخصيات التي كانت تعادي النظام السوري في لبنان والتي كانت تعادي السياسة التي تتبعها ميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان. من هنا أهمية هذه المحكمة الآن أنها في صدد اختتام أعمالها والمحاكمات لإصدار أحكام نهائية تطال هؤلاء المجرمين. نعم، لكن يعني الأدلة التي وصفها كثير من المراقبين بأنها قوية تتهم حزب الله، هل يمكن هذه الأدلة أن ترقى إلى مستوى الإدانة أم ما زالت في طور الاتهام؟ لا بد أن أؤكد كقانوني أن هذه الآن نحن أمام اتهامات، أمام ادعاء، أمام محاكمة، أمام فريق دفاع. وللمناسبة هذه أول محكمة محلية ودولية تعطي المتهم حق الدفاع عن نفسه بالرغم من عدم حضوره، وهذه أول محكمة تعطي ضمانات قوية جدا للمتهمين بدليل أن العالم كله يشاهد المحاكمات علنية. الأدلة هناك أكثر من 3000 قرينة على تورط ميليشيا حزب الله الإرهابي باغتيال رئيس الحكومة، وعلى أن هؤلاء الإرهابيون الذين قتلوا رئيس الحكومة هم وأكثر من 18 شخص آخر أسماؤهم ما زالت مجهولة، ولا تتعلق بأسماء هؤلاء المتهمين فقط بل هناك أسماء أخرى لم يتم التطرق إليها لعدم معرفتها أو لعدم استجواب أي من المتهمين، ولكن تم ذكر أسماء حتى في إعداد الصف السياسي الأول لميليشيا حزب الله الإرهابية وفي إعداد المسؤولين في النظام السوري. لا بد أن نؤكد أن هذه المحكمة هي أول محكمة تحاكم في قضايا إرهابية، أن لها أهمية كبرى لوضع حد لسياسة الاغتيال السياسي في لبنان. الأدلة طرحها فريق الادعاء وفندها، كذلك فريق الدفاع قدم ما لديه بانتظار أن تصدر الأحكام التي من شبه المؤكد كنظرة قانونية مستقلة أقول أنني لا أستبق الأحكام، ولكن الأدلة واضحة بدليل أن حزب الله الإرهابي قال منذ اللحظة الأولى أنه لا يعترف بهذه المحكمة، وقال منذ اللحظة الأولى أنه لا يسلم هؤلاء المتهمين، وقام منذ اللحظة الأولى بفبركة ملف فيلم أبو عدس وجبهة النصرة لاتهام السنة بقتل رئيس حكومة لبنان كما يستعمل الآن داعش وغير داعش والحج. نعم. علم أن جبهة النصرة لم تكن موجودة في ذلك الوقت، تقصد يعني القاعدة. دعني أذهب إلى الأستاذ قاسم قصير. أستاذ مرحبا بك مرة أخرى، يعني إلى أي مدى تتفق مع الآراء القائلة بأن حزب الله آخر ما كان ينتظره ورود أدلة قوية تشير إليه بأصابع الاتهام في هذه الجلسات، بمعنى أنها تشكل ضغطا متزايدا على الحزب المشتبك في ملفات إقليمية خارج الحدود اللبنانية؟ هل تتفق مع هذه الآراء التي تقول أنها تشكل ضغطا كبيرا عليه؟ مع احترامي لضيفك الذي كنت أستمع إليه ولما ورد حول المحكمة، حتى الآن يعني كل الأدلة التي أوردتها المحكمة هي أدلة ظنية وليست أدلة قوية، هي مبنية على شاهد أساسي أو عنصر أساسي هو موضوع الاتصالات. وسبق في لبنان أن أقيم العديد من المؤتمرات التي أكدت أن إمكانية اختراق الاتصالات إمكانية كبيرة جدا، وفي ظل أن الأمور الأخرى مستندة أكثر على الإطار السياسي، وهذا الإطار السياسي يمكن الرد عليه بأطر سياسية أخرى. المحكمة استبعدت نهائيا عامل الإسرائيلي، عامل الأمريكي، العامل الدولي، لم تستدعي أي مسؤول إسرائيلي أو أي مسؤول آخر. يعني المحكمة بنيت على قواعد لأنها تريد توجيه الاتهام مسبق، وكل موضوع التخطيط الدولي منذ أن بدأ كان يستند على اتهامات مسبقة. بالبداية تم اتهام النظام السوري، ومن ثم تم التخلي عن هذا الاتهام، ثم تم توجيه الاتهام للضباط الأربعة الذين اعتقلوا لمدة عدة سنوات، ثم لم تم إطلاق سراحهم، ومن ثم
تم توجيه الاتهام لحزب الله. هناك وجهة نظر تقول أن كل موضوع المحكمة هو مسيس دوليا من أجل تشويه صورة حزب الله الذي يقاوم إسرائيل وفرض على إسرائيل الانسحاب من لبنان وواجه الهجوم الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على لبنان 2006. موضوع الأدلة موضوع قابل للنقاش، يعني ما أدري، أنا ليس لدي معلومات تفصيلية عن الأدلة سوى ما نسمعه في لبنان، يعني وإن كان حسب معرفتي أن الدليل الأساسي الذي يستند إليه الادعاء هو دليل الاتصالات، وهذا دليل غير يعني مضبوط 100%. نعم، يعني برأيك أنت في سياق ما ذكرته الآن، يعني لا تعتبر أن هذه الجلسات يعني تشكل نوعا من الضغط على الحزب؟ هذا الذي كنت أريد أن أفهمه لا. منك؟ لا لا، المحكمة الآن لم يعد لها أي يعني انعكاس عملي، والدليل على ذلك أن رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري وهو يعني المسؤول عن الدم، يعني حسب ولي الدم حسب التعبير الشرعي، أعلن بصراحة أن هذه المحكمة لن تؤثر على الوضع السياسي في لبنان، وأنه هو يفصل بين مشاعره الشخصية وبين موضوع الثائر وبين السياق نعم السياسي. نعم، وهذه أستاذ قاسم، وهذه تحسب ل يعني السيد الحريري بأنه يريد أن يحافظ على استقلال بلاده، لكن بالمقابل ثمة دعوات وطلبات قدمت من قبل مثلا حزب الله لتسمية أحد الشوارع في منطقة الغبيري باسم مصطفى بدر الدين، ألا يعتبر هذا نوع من اللعب على وتر الاستقرار السياسي في البلاد ومناكفة في غير محلها مثلا؟ هذا الموضوع هو منذ حوالي سنة ونصف، بلدية إحدى بلديات لبنان وهي بلدية الغبيري، نعم، وهي بلدية منتخبة لأن الشهيد مصطفى بدر الدين هو مقيم في هذه البلدية وتعتبره قائدا للمقاومة، وواجه العدوان الإسرائيلي وواجه المجموعات الإرهابية، أرادت تسمية هذا الشارع، وهذا القرار مأخوذ منذ سنة ونصف، يعني ليس مرتبطا بموضوع المحكمة الدولية، وتم رفع هذا الأمر لوزارة الداخلية التي لم تعترض آنذاك على هذا الأمر. قانونيا يحق لبلدية أن تسمي أي شارع في المنطقة التي تشرف عليها، وهذه بلدية الغبيري خارج بيروت، يعني ليست في بيروت، هي قريبة من بيروت لكن لكن, ليست لكن مصطفى بدر الدين يعني اسم مطروح بقوة ليكون متهما في اغتيال حريري، أليس من باب الحفاظ على السلم الأهلي في البلاد ومراعاة مشاعر رئيس الحكومة الذي هو بنفسه يريد أن يحافظ على استقرار البلاد عدم يعني اللجوء إلى هذه الخطوة مثلا؟ يعني أولا هو متهم من قبل محكمة دولية، هناك علامات استفهام حوله وهو متهم، نعم، يعني لم يصدر حكم إذا أردنا قانونية، وهو متهم من محكمة دولية، مش معروف هذه المحكمة من يديرها. ثانيا بالنسبة لفريق كبير من اللبنانيين، مصطفى بدر الدين هو قائد من قادة المقاومة، هو مناضل ومجاهد، قاتل العدو الإسرائيلي، دافع عن لبنان، حرر أراضي لبنانية، نعم. هذه مسألة ويحق لكل بلدية أن تسمي الشوارع طيب. بما تريد، يعني هذا حق قانوني طيب. في ضمن القانون اللبناني وليس استفزاز لأحد. نعم، وضحت الفكرة. دعني أذهب إلى يوسف دياب في بيروت أيضا. يعني السيد قاسم قصير قال إن هذه الجلسات والمداولات خرجت بأدلة كثيرة كما يقول المراقبون، صحيح أنها أدلة قوية لكنها بحسب قاسم قصير أدلة ظنية، وبالتالي لا تشكل قيمة قانونية عملية يمكن أن تسجل ضد حزب الله. إلى أي مدى تتفق وأنت الخبير القانوني في نهاية المطار قضائي؟ يعني بالتأكيد أستاذي، حتى الآن كل المحاكمات تبنى على الأدلة الظنية أو على الأدلة التي قدمها الادعاء والتي هي لا تزال في طور الظن، لكن لماذا نحن الآن نخوض هذه الجلسات أمام المحكمة ولماذا الادعاء يقدم كل هذه الأدلة وكل هذه الإثباتات ولماذا فريق الدفاع يدافع بوجه الادعاء عن براءة موكليه؟ بالتأكيد وفق القانون الجزائي أستاذي، حتى يصدر الحكم تبقى الأدلة الفرقية والمادية والمعنوية وحتى السياسية في إطار الظن، ولكن هل هذا يقوض أو يلغي إذا قلنا أننا لا نزال في طور التحقيق الظني او الادعاء او الاتهام الظني، هل هذا يقوض الادله؟ لا، اكيد لا. لذلك يعني اليوم ترى الفريق المتضرر من المحكمه الدوليه
يشن هجمات معاكسة على هذه المحكمة ويشكك بصدقيتها وبصدقية الأدلة. لا، دعنا نكون منطقيين وواقعيين. الادعاء العام بنى كما كبيرا من الأدلة والوثائق والقرائن، وهو أعدها في ملفات موثقة جدا، وباتت هذه الأدلة كلها في متناول المحكمة الدولية. الفريق المتضرر من المحكمة يشعر بوطأة هذه الأدلة وقوتها وارتداداتها عليه والقوة الثبوتية لها فيما ستذهب إليه المحكمة الدولية عندما تصدر حكمها، وهذا الحكم سيكون ربما إما بالإدانة وإما بالتبرئة. ولكن الفريق المتضرر اليوم من المحكمة هو ينطلق بهجومه من خوفه المسبق، لأن الأدلة التي توصل إليها لجنة التحقيق الدولي ومن ثم المدعي العام في مراحل المحاكمة هي أدلة تتجه نحو تثبيت الإدانة على المجموعة التي نفذت اغتيال رفيق الحريري. لا بل الظن يذهب أو الخوف يذهب أكثر من ذلك للقول أو ربما للتشكيك بأن الاتهام الموجه إلى الأشخاص الأربعة أو إلى المجموعة التي خططت ونفذت اغتيال رفيق الحريري أن وراءها من أعطاها القرار. وعلى كل حال مرافعات الادعاء العام سندت بالتفصيل خلال جلسات المرافعة الدليل السياسي والمعطيات السياسية التي أودت إلى اتخاذ القرار لتصفية الحريري من الساحة السياسية في لبنان. هي بنت على العلاقة المضطربة مع النظام السوري، هي بنت على الخوف من ما سيذهب إليه رفيق الحريري عندما يبني تحالفات سياسية وانتخابية مع كما كان يعرف بالمعارضة المسيحية على الساحة اللبنانية. استطلاعات الرأي المسبقة كانت تقول لمن اتخذ القرار باختيار رفيق الحريري بأن استطلاعات الرأي ترجح أن الحريري وحلفائه سيكتسحون الانتخابات النيابية في العام 2005. كل هذه العوامل شكلت دافعا لاتخاذ القرار بتصفية الحريري وإزاحته على الساحة السياسية في لبنان. ولذلك هذه الأدلة قوية جدا، إلى حد تشارك أنها تشارك على الإدانة لمن ارتكب هذه الجريمة. أنا باعتقادي الفريق المتضرر من المحكمة لا يخشى من اتهام الأشخاص الأربعة المتهمين، هو يخشى إلى ما بعد هؤلاء ومن اتخذ القرار ومن أمرهم بتنفيذه. وهذا ما سنبحثه أيضا يعني أستاذ يوسف، هذا ما سنبحثه في المحور الثاني من الحلقة. لكن قبل ذلك، يعني المتهمون الأربعة هم خمسة طبعا، وقد قتل مصطفى بدر الدين في معارك الثورة السورية. الآن بقي أربعة من المتهمين، لكن المتهمين هؤلاء غائبين عن المحكمة. ألا يشكل عدم حضورهم يعني إضعافا لهذه المحكمة، وبالتالي تحويلها إلى محاكمة رمزية أكثر منها ذات قيمة عملية على أرض الواقع؟ أولا يعني لنوضح، مصطفى بدر الدين وعماد مغنية إرهابيان شاركا في أعمال إرهابية في الكويت، وفي أعمال إرهابية في العراق، يعني وفي أعمال إرهابية في بيروت. لا نريد أن نحاكم تاريخهم الحافل. تاريخهم الحافل يعطي دلالة على دورهم الإجرامي في تلك العمليات الإرهابية. وبالتالي الأحكام أو المحاكمات الغيابية التي تجري الآن أمام المحكمة الخاصة بلبنان، للعلم هي أول محكمة دولية تعطي المتهمين الغائبين حق التمثيل القانوني والدفاع، أي أنه في وفرت لهم يعني محامين على مستوى ذات خبرة دولية. صحيح. وبالتالي هذا ما يؤكد على عدالة وصدقية هذا نظام هذه المحكمة. وبالتالي كان لو اتبعنا النظام التقليدي في المحاكمات الجنائية المحلية أو الدولية، المتهم الذي لا يحضر هو مدان مباشرة، وهذا الأمر معمول به في كل القوانين المحلية وفي لبنان بالذات وفي المحاكم الدولية. المتهم الذي لا يحضر يتهم مباشرة ويحكم بأقصى العقوبة. ولكن من ميزة هذه المحكمة أنها أعطت فرصة لهؤلاء المتهمين، لأن القائمين على المحكمة والذين وضعوا المحكمة وهم من أهم قضاة العالم وأهم قانوني العالم كانوا يدركون أنهم لا يريدون أن يضعوا أي ثغرة أمام أي متهم حتى تتم المحاكمة أصولا. وبالتالي الآن هذا الادعاء أنهم غير ممثلين يؤدي أو يبين عدالة هذا النظام القضائي.
بل أكثر ورمزيته. نعم صحيح. يعني هي رمزية، محاكمة رمزية ليست ذات قيمة أبدا. هي ذات قيمة قانونية كبرى باعتبار أنها بدأت هذه المحكمة منذ عام 2012 تقريبا، ولكن التحقيق الذي سبقها للجنة التحقيق الدولية ولجنة تقصي الحقائق الذي أكد أن القضاء اللبناني لم يقم بواجبه في التحقيقات، وأن القضاء اللبناني الذي كان يسيطر حزب الله على لبنان وعلى جزء كبير بالتهديد والقتل والاغتيال لا يمكن أن يحقق في جريمة من هذه، وبأن الأدلة التي امتلكتها لجنة التحقيق ولجنة تقصي الحقائق آنذاك عن أدلة غير أدلة الاتصالات، هناك أكثر من 3000 قرينة، هناك شهود عيان. طيب لماذا لم يدعي المدعي العام عدد المتهمين حتى الآن؟ يعني لا يوجد هناك ادعاء لسيقة أدلة، ولكن لا يوجد ادعاء. المتهمون هؤلاء. نعم. ولكن أنا أقول عندما يكون هناك أكثر من 3000 قرينة. نعم. هناك ملف أبو عدس الذي ركب، هناك شهود يعرفون كيف ركب ملف أبو عدس، ولذلك تم إحالة الملف إلى محكمة دولية لأن القضاء اللبناني كان عاجز. لو تذكرنا تلك الفترة من عام 2005 إلى عام 2008 أو 2009 كيف رفض فريق حزب الله في لبنان إقرار نظام المحكمة بالاتفاق مع الأمم المتحدة، كيف اقتالوا النواب والوزراء لمنع التصويت على المحكمة في المجلس النيابي أو لمنع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني بالأكثرية المطلوبة، كل ذلك يعطي أكثر من قرينة وأكثر من مؤشر سياسي على أن الفاعل هم هؤلاء العناصر التابعين لميليشيا حزب الله، بالإضافة إلى الأدلة الظرفية والأدلة الثابتة سواء كانت اتصالات أو اعترافات أو شهود عيان. هذا ما شاهدناه في المحكمة، أكثر من 3000 قرينة أمر ليس بالسهل، هذا ما يؤكد على أن التحقيقات هي جدية. لم يكن يعني تصور أنك من 2005 إلى 2011 وحتى هذه اللحظة أصلاً لجنة التحقيق مستمرة في تحقيقاتها 13 سنة من التحقيقات حتى تم الادعاء على هؤلاء الأربعة، هذا الخامس مات يقال، ولكن هذا ما يؤكد على عدالة أو على مهنية الادعاء. طيب. ولجنة التحقيق والمحكمة. سنرى كيف سيتفاعل حزب الله مع جلسات هذه المحكمة ومع هذه الأدلة، ولكن بعد الفاصل نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم العودة. أسعدكم الله، نواصل الحديث عن تفاعلات جلسات المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري وسوق المدعي العام، أدلة جديدة على تورط مسؤولين عسكريين في حزب الله اللبناني في حادثة الاغتيال. أستاذ يوسف، يعني حزب الله ربما لا يمر بظروف يعني مثالية كثيرا سواء في الداخل أو في الخارج، انطلاقا من هذا المعطى، كيف تتوقع أن يتفاعل الحزب مع المحكمة في الأيام المقبلة؟ طبعاً بالتأكيد المحكمة يرفض، عفواً حزب الله يرفض المحكمة بكل مراحلها وبكل مندرجاتها القانونية. حزب الله اليوم يترقب بدقة ما سيصدر عن المحكمة وهو يخشى تداعياتها ونتائجها. تفضلت أخي جهاد وسألت من قبل بأن هذا الأمر ماذا سيؤثر على حزب الله، خصوصا وان المتهمين الاربعه هم يعني يحاكمون غيابيا وغير موقوفين. انا باعتقادي حزب الله يعني يدرك تماما بان اي من الموقوفين لن يتم تسليمه، ولكن هو يخشى الادانه السياسيه
له وليس للمتهمين الاربعه. اي مواطن لبناني حتى لو جئت باي شخص من عامه اللبنانيين وقلت له اليوم وسالته هل يمكن لهؤلاء ان يتخذوا قرارا باغتيال رفيق الحريري بمفردهم؟ سيقول لك بالتاكيد لا. دعنا نعود الى منطلقات المحاكمه وبدايه مرافعات الادعاء. هو قال بالحرف الواحد بان جريمه مثل جريمه اغتيال رفيق الحريري لا يمكن لاشخاص ان ينفذوها ان لم يكن هناك تنظيم كبير او جهاز كبير هو من خطط واشرف على هذه العمليه. ودعني اعود يعني دعني اترك الادعاء العام والمحكمه جانبا. عندما كانت هناك جلسات الحوار في لبنان في العام 2006 كان الاتهام يتوجه باتجاه النظام السوري على انه هو من اغتال رفيق الحريري. امين عام حزب الله حسن نصر الله قال في جلسه في حوار للمتحاورين لا تتسرعوا باتهام سوريا باعتقادي ان الدوله السوريه هي اعجز عن تنفيذ جريمه بهذا الحجم وبهذه الدقه. بهذا المعنى هو يقول بان من خطط من هذا المحور ومن دبر لهذه الجريمه بدءا برصد رفيق الحريري قبل اربعه اشهر، بدءا بامتلاك اربع شبكات هواتف مغلقه لا تتصل الا مع بعضها البعض. نعود الى مساله شراء سياره كونتر التي فخخت جرى شراؤها من طرابلس يعني من منطقه الشمال ذات الغالبيه السنيه. جرى شراء الخطوط الهاتف من منطقه الشمال من مدينه طرابلس. يجري تعبئه هذه الخطوط عند انتهائها كمان من طرابلس، يعني كل هذا المخطط كان مدبر وبحركيه عاليه جدا. وجاء يعني تريد كما لو انها يراد ان تبعد الصفه الطائفيه عن الحادثه؟ طبعا 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 وجاء احمد ابو عباس ليركب على هذه القضيه على ان هناك تنظيمات سلفيه ارهابيه سنيه هي من خططت اغتيال رفيق الحريري ودبرت لهذه الجريمه. لذلك اليوم عندما بدات تتكشف فصول هذا الاتهام ادركنا خطوره المخطط الذي وضعه هؤلاء وكيف ارادوا منه ان يقلبوا الامور راسا على عقب ويضعوا الاتهام في مكان اخر. انا باعتقادي كما قال الاستاذ طارق يعني لو كانت القضيه بقيت بيد القضاء اللبناني والاجهزه اللبنانيه لاقفل الموضوع منذ 12 عاما. كما قال لجنه التحقيق الدوليه برئاسه بيتر فيتزجيرالد قالت بالحرف الواحد عندما انتهت من تحقيقاتها في الشهر الاول للجريمه قالت ان الاجهزه الامنيه والقضائيه في لبنان غير مؤهله للتحقيق في جريمه من هذا النوع. لجنه التحقيق كانت تعرف ان لبنان لا يزال في يد القبضه السوريه رغم ان النظام السوري او الجيش السوري كان انسحب قبل اسابيع من لبنان، وهي تدرك بان الارث الثقيل للنظام السوري لا يزال يمسك بناصيه البلد، ولذلك اتجه لبنان الى المطالبه من الامم المتحده بمحكمه دوليه. وضحت الفكره، ساعود اليك بعد قليل. دعني اذهب الى السيد قاسم. يعني الموقف المعلن لحزب الله من قضية تسليم المتهمين متصلب ومعروف برأيك وأنت المتابع الدقيق لملف وأحوال حزب الله، هل هناك إشارات بإمكانية تسليم الحزب للمتهمين إذا ما تبين أن المفاسد المترتبة على عدم التسليم هي أكبر منها بكثير إذا ما سلم؟ أولا يعني مع احترامي لضيفيك العزيزين يعني من الواضح انهما اتخذا القرار يعني بالادانه قبل المحكمه الدوليه يمكن حتى. فطبعا اعتبار الحاج عماد موريا والسيد مصطفى رودريجين ارهابيين هذا مصطلح امريكي واسرائيلي، يعني امريكا واسرائيل هي اعتبرت هؤلاء ارهابيين، يعني هذه ملاحظه انهم متهمات بتسجيل مقالات امريكيه واسرائيليه وموضوع المقاومه. لكن بالنسبة لموضوع حزب الله والمحكمة، أنا يعني حزب الله من الأساس اعتبر أنه لا يريد التعاطي مع هذه المحكمة، هو يعني غير معني بما ينتج عنها
أنا لا أظن أن هذه المحكمة سيكون لها تأثيرات في المرحلة المقبلة، سواء إذا أصدرت الاتهام يكون صدر اتهام، لكن على المستوى العملي والفعلي لن يكون هناك أي تأثير أو أي انعكاس لا على حزب الله ولا على الوضع اللبناني، لأن هناك قرار يبدو سياسي داخلي بتجاوز موضوع المحكمة وحماية الطفل. نعم. طيب، يعني هناك قرار سياسي داخلي في لبنان بتجاوز موضوع المحكمة حفاظا على السلم الأهلي، علما أن السيد الحريري قال، سعد الحريري قال بأن لا يمكن منع تداعيات إعلامية وشعبية لما يحدث في المحكمة الدولية من هذه الأدلة التي سقطت. السؤال هو الادعاء الآن أورد اسم حسن خليل المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، هل هذا يعني خصوصا من ناحية استعماله لشبكة الخلاوي التي استعملها من راقب الحريري في اجتماع له مع حسن نصر الله قبل عملية الاغتيال بمدة، ما قيمة سوق هذه الشخصية السياسية في قرارات أو في الأدلة الاتهامية؟ هل يمكن أن تجر أسماء سياسية؟ أولا يعني الادعاء كان في مرافعته أمام المحكمة أكد أن هذه الجريمة لا يمكن أن تتم إلا بتخطيط من ميليشيا كبيرة، أكد أن الذين نفذوا على أرض الواقع أكثر من 18 شخص ولديه أسماء لهؤلاء الأربع المتهمين حاليا، أكد وأورد أسماء أخرى مثل رستم غزالة وحسن خليل وحسن نصر الله وبشار الأسد، حتى أنه في قرار اتهامي سابق لم يتم نشره صدر عن لجنة التحقيق الدولية أي الادعاء العام في المحكمة، قال أن هناك تواصل مباشرة، وكأنما أوضحه البارحة الادعاء العام يؤكد ذلك عن تواصل مع القصر الجمهوري في سوريا التابع للنظام السوري أي يقصد بشار الأسد. هناك أكيد هذه جريمة بهذا الحجم لا يمكن أن يتخذها أشخاص بهذا التخطيط، وبالتالي هؤلاء المتهمون الآن الأربعة مع الـ14 الآخرين هم لم يأخذوا قرار من تلقاء نفسهم، هم يتبعون لميليشيا إرهابية، لذلك كان نظام المحكمة هذه يؤكد على أن الرئيس مسؤول عن أعمال مرؤوسيه، وبالتالي لا يمكن أن نحمل المسؤولية الجرمية فقط لهؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا وفجروا وراقبوا واشتروا الشاحنة واشتروا الأجهزة ووضعوا المتفجرات، وإنما هناك من هو من خطط ومن أعطى الأوامر ومن شارك ومن تآمر ومن ألف تلك العصابة الإرهابية، هذا موجود في القانون اللبناني وهذا موجود في القانون التابع لنظام المحكمة. أهمية هذه المحكمة أنها أول محكمة على مستوى العالم تحاكم في جريمة إرهابية، عرفت الإرهاب بالاستناد إلى هذه الجريمة بالاستناد إلى القانون اللبناني، وبالتالي هذا الحكم على هؤلاء المتهمون إذا صدر لن يطالهم شخصيا فقط، هؤلاء هم جزء من منظومة إرهابية كبرى، وبالتالي ليس الأمر يتعلق بهم شخصيا وإنما يتعلق بتلك المنظومة الإرهابية التي عاشت فسادا وقتلا وإرهابا ليس في لبنان فقط وإنما في العراق في اليمن في سوريا. مصطفى بدر الدين عماد مغنية ذهبوا وقتلوا الشعب السوري وهم يتفاخرون بمشاركتهم لنظام إرهابي قاتل بقتل الشعب السوري. حزب الله الميليشيا الإرهابية تتفاخر بأنها تقاتل الشعب اليمني. هذا كله لا يمكن أن تفصله عن بعضه. الجرائم التي ارتكبها عماد مغنية ومصطفى بدر الدين في الكويت في التفجيرات في خطف الطائرة الجابرية في الأعمال الإرهابية خلية العبدلي، كل تلك الجرائم أستاذ جهاد هي وحدة متلاصقة تدل على العقلية الإرهابية. وهنا لابد أن نؤكد على نقطة مهمة جدا على كيفية استعمال ميليشيا حزب الله للأسماء السنية، أي كيف استعملوا داعش والنصرة والقاعدة والجهاد في الأعمال الإرهابية. عندما جاءوا بأحمد أبو عدس وقالوا أن أحمد أبو عدس تبنى اغتيال الشهيد رفيق الحريري وتبين أن أحمد أبو عدس لا يعرف القيادة ولا يعرف أي شيء، وأكدت لجنة التحقيق أن أحمد أبو عدس هو شخص لم يقم بذلك الأمر، تبين أن الذي شغله أو الذي صور تلك ذلك الفيلم وأرغم الإعلام على إظهاره هم أعضاء في تلك الميليشيا الإرهابية. لابد أن نقف عند ميليشيا أكبر شبكة إرهابية في لبنان ضبطت مع 26 متفجرة مع شخص وزير كان وزير الإعلام في لبنان
اسمه ميشيل سماحة وكان يعمل مستشار عند بشار الأسد. لا يمكن لأي شخصية لبنانية أن تذهب إلى سوريا إلا أن تأخذ إذن منه وتمر عليه أولا. ضبط بالجرم المشهود مع 26 متفجرة جاء بها إلى لبنان ومع ذلك جاء بها لبنان للتفجير لقتل السنة ولقتل المسيحيين حتى يقول أن داعش فعلت ذلك. ومع ذلك خرج بعد 4 سنين من السجن. أريد أن أذهب إلى يوسف دياب. يعني أستاذ يوسف، كيف يمكن أن تنعكس جلسات المحاكمة بما ساقته من أدلة قوية على الوضع السياسي في لبنان الذي يعني يقف على كف عفريت كما يقال؟ يعني بالتأكيد جهاد دعني أعقب على الأستاذ قاسم قصير زميلي، وهو زميل محترم جدا. أولا أنا لم أقل أن المتهمين إرهابيون، القرار الاتهامي وصفهم إرهابيون. الجريمة، مجلس الأمن وصف جريمة اغتيال رئيس الحريري بأنها جريمة إرهابية من الطراز الرفيع، وبالتالي القرار الاتهامي عندما صدر وصف من اغتال رفيق الحريري بأنهم مجموعة من الإرهابيين. طيب أستاذ يوسف، يعني هذا بات واضحا، لكن أريد أن توضح لي، لو سمحت أن توضح لي، كيف يتأثر اليوم المشهد السياسي اللبناني بما يحصل داخل أروقة المحكمة الدولية؟ طيب أنا دعني أقول لك عما يدور في الشارع اللبناني من الجهة، يعني لنقول الشارع السني وشارع رفيق الحريري وسعد الحريري. أنا باعتقادي أن كل ما يريده هذا الفريق هو استقرار الوضع الداخلي في لبنان. أستاذ جهاد، معلوم أن لبنان تتحكم به قوة مسلحة واحدة هي حزب الله دون سواه. أعتقد أن كل اللبنانيين الباقين هم عزل من السلاح. هذا الفريق يراهن على الاستقرار رغم صدور الحكم، وحتى لو أدين هؤلاء أو برئ هؤلاء، أعتقد أن غالبية اللبنانيين تريد الاستقرار. اللهم إلا إذا أدين هؤلاء وقرر حزب الله قلب الطاولة فوق رؤوس الجميع، وأعتقد أن هذه الأمور إذا ما أقدم عليها ستكون لها عواقب وخيمة على كل لبنان، ربما على كل المنطقة. باعتقادي اليوم سعد الحريري قالها بالفم الملآن، أنا في موقع المسؤولية وما يهمني هو استقرار البلد والحفاظ على البلد. وأقول لك أكثر من ذلك أستاذ جهاد، أنا باعتقادي اليوم رفيق الحريري في عليائه. إذا كان استشهاده يؤدي إلى خلاص لبنان هو سيكون مطمئنا حتى في قبره، إلا إذا كان هناك من لم يرتاح حتى بعد اغتيال رفيق الحريري. طيب. بالتأكيد أن غالبية اللبنانيين يريدون الاستقرار إذا صدر عن الحكم عن المحكمة الدولية حكم بإدانة هؤلاء، على حزب الله أن يقرر كيف سيتصرف. أنا باعتقادي هو لن يسلم هؤلاء المتهمين، ولكن هو قد يكون طيب. معني بما سيظهر عن المحكمة، لأن الاتهام السياسي سيطاله. ولكن أنا بتقديري اللبنانيون لم يطلبوا من حزب الله أن ينعزل أو يلغى عن الساحة اللبنانية. نحن في لبنان محكومون بالامر الواقع باننا طيب. يعني هذا الامر، انت قلت كيف سيتصرف حزب الله مع حزب الله مع المحكمه اذا ما صدر القرار الاتهامي، وكيف سيكون مستقبل هذا الحزب في ضوء الضغوط المتزايده عليه سواء في الداخل او في الخارج؟ هذا ما نبحثه بعد العوده من فاصل اخير. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم وتداعيات جلسات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري على مستقبل حزب الله اللبناني. أستاذ قاسم، حزب الله لن يسلم المتهمين، فيما لو صدر قرار اتهامي بالأسماء الأربعة من قادة حزب الله،
ولم يسلم الحزب. طبعا هو سؤال افتراضي، لكن كثير من المراقبين يتوقع صدور القرار الاتهامي بحق هؤلاء المتهمين. كيف سيؤثر أو سيتأثر التعايش السلمي الهش أصلا في لبنان إذا ما مضى حزب الله قدما في موقفه من عدم تسليم المتهمين إلى المحكمة الدولية فيما لو صدر القرار الاتهامي؟ بغض النظر عن صدور القرار أو عدم صدوره، أنا حسب وجهة نظري أن الوضع في لبنان سيبقى مستقرا، لن تحصل أي مشكلات يعني لا أمنية ولا سياسية. قد تصدر بعض مواقف سياسية في حال صدور القرار تعليقا أو توضيحا أو تمديدا، لكن على المستوى السياسي والأمني الأمور مستقرة. لكن ثمة من يقول إن الاستقرار، يعني أستاذ عفوا، ثمة من يقول إن الاستقرار الذي تتحدث عنه أستاذ قاسم هو استقرار مفروض بقوة السلاح وليس نابع من إرادات اللبنانيين. ليس صحيحا مفروض بقوة السلاح. هناك جيش لبناني يحكم لبنان، هناك رئيس حكومة مكلف الآن، هناك وزير داخلية وقوة أمنية تدير البلد يعني، وهي تدير الشؤون اللبنانية يعني، سواء على مستوى السجون المحاكم يعني. حزب الله موجود صحيح، له قوة حاضرة بالشأن اللبناني، لكن ليس فقط حزب الله موجود يعني، كل القوى السياسية. حزب الله فقط الذي لديه سلاح. حزب الله ليس فقط حزب الله، كل القوى اللبنانية لديها سلاح، وهذا يبرز بوضوح بالمشاكل اللي تحصل في كل المناطق اللبنانية يعني، في عكار، في طرابلس، في صيدا، في صور، في الجبهة، هناك أسلحة موجودة عند المواطنين العاديين، وبعض قرى عكار أحيانا تحصل فيها مشاكل بالسلاح الثقيل يعني، الموضوع السلاح موجود. طبعا حزب الله لديه صواريخ، وهذه الصواريخ تستخدم لمواجهة العدو الإسرائيلي وليس للموضوع الداخلي يعني، صواريخ عابرة للحدود. أنا برأيي يعني المحكمة الدولية استنزفت أغراضها وأهدافها. نعم. الاتهامات استنزفت أمورها، سواء باتهام النظام السوري أو الضباط الأربعة أو حزب الله، لن يكون هناك تأثير أمني أو سياسي كبير للمحكمة. قد تحصل بعض ردود الفعل عند طيب. صدور الادعاء أو الحكم، لكن لن يؤثر على المشهد السياسي اللبناني الداخلي. وهذا قرار اتخذه الرئيس سعد الحريري شخصيا أنه سيتجاوز نتائج المحكمة. نعم. طيب أستاذ يوسف، أرجو الاختصار، بقي لدينا القليل من الوقت، يعني فريق المستقبل، فريق الحريري يريد تحقيق العدالة في لبنان حتى يعيش مطمئنا كما يقول أنصار هذا التيار، كيف يمكن تحقيق العدالة في الوقت نفسه وحفظ الاستقرار في لبنان الذي يبدو أن تحقيق العدالة يتعارض مع الاستقرار في هذا البلد؟ لا يعني التوجيهات، اعتقد اسمح لي ان اخالفك بهذا الموضوع. تفضل، انا انقل لك اراء. طبعا انا انقل لك الاراء. تفضل. نعم، غالبيه اللبنانيين، وحتى احدثك عن جمهور المستقبل، وانا لا انتمي للمستقبل كتنظيم، ولكن انا من جمهور رفيق الحريري واؤيد سعد الحريري. انا باعتقادي اليوم العداله هي التي تكرس الاستقرار في لبنان. العداله يا سيدي هي ستقول للمرة الأولى في تاريخ لبنان بأن لن تكون هناك جرائم اغتيال سياسية بعد الآن بدون محاكمة. الفريق المتهم أو الفريق الذي سيدان، ودعني أوضح أكثر، لأن المحكمة في المرحلة المقبلة لم تصدر قرار اتهامي، القرار الاتهامي صادر وبناء عليه يحاكم المتهمون، هي ستصدر حكم بالإدانة، والأستاذ طارق محامي يعرف هذه المسألة، هي ستصدر حكم إدانة وليس اتهام، وبالتالي مجرد صدر هذا الحكم حتى لو لم يتسلم المتهمون، باعتقادي أن اليوم فريق رفيق الحريري يكفيه أن يشير اللبنانيون بالإصبع إلى من قتل رفيق الحريري، ولا يريدون أكثر من ذلك، ولكن هذا لا يعني أنهم يفرطون في الاستقرار، وهذا لا يعني أنهم يقبلون كما قلت بأن يفرض الاستقرار عليه بقوة السلاح. طيب. هذه مسألة لن يفاوض عليها أحد. أعتقد أن الشهداء الذين سقطوا في لبنان سقطوا من أجل كرامة لبنان ومن أجل حرية وسيادة واستقرار لبنان. أشكر. إما أن يكون الاستقرار بحكم تحت قوة السلاح وتحت قبضة البنادق، أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى وضحت كثير بالبلد. باعتقادي أنا أقول كما قال أستاذ سامر سمير قاسم،
اعتقد ان ولي الدم رفيق سامي الحريري هو معني بالاستقرار وجمهوره معني بالاستقرار. طيب اذا كانت هناك من ادانه الإدانة توجه للمتهمين، وانا كعاجلا اذا ما كان هناك نعم اذا ما كان هناك إدانة اريد ان اسالك عن موضوع الإدانة. اذا صدر القرار الاتهامي او إدانة هؤلاء المتهمين، هل سيكون حزب الله في وضع قانوني دولي صعب، أم كما قال الأستاذ قاسم بأن هذه المحكمة استنفذت أغراضها، اتهمت الضباط الأربعة واتهمت النظام واتهمت حزب الله وكل ذلك ذهب أدراج الرياح؟ أنا بس بدي أصلح للأستاذ قاسم، هذه المحكمة هي من أخلت سبيل الضباط الأربعة وصفقوا لها لأن أخلت سبيلهم. هذه المحكمة هي من بدأت بالعدالة عندما قامت بإخلاء سبيل الضباط الأربعة، وبالتالي ما يروج الآن على عكس ذلك هو غير صحيح، هو كلام سياسي. أنا أريد أن أختم معك، لأقول لك لا استقرار بدون عدالة، ولا عدالة بدون محاكمة للقاتل والجاني والمجرم. لا يمكن ما حصل في يوغوسلافيا أنه حتى تمت عملية الانتقال السياسي كان هناك عملية عدالة بالمحكمة الدولية ومحاكمة ميلوزوفيتش. لا أحد أكبر من ميلوزوفيتش. ميلوزوفيتش كان قائد، أريد أن أفيد من خبراتك كمحامي دولي، حزب الله نعم. فيما لو صدر القرار الاتهامي أو الإدانة، هل سيكون في وضع قانوني دولي صعب، أم كما قال قاسم لن يكون؟ يعني لنقول ولنؤكد أن حزب الله ميليشيا إرهابية مصنفة إرهابية في طيب. أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية مجلس وزراء الداخلية العرب صنفها أن ميليشيا إرهابية، وبالتالي هذه الميليشيا التي فجرت بلا قيمة، كل هذا بلا قيمة، كله بقيمة. كيف بقيمة؟ كيف؟ عندما الآن ما معنى أنها ميليشيا إرهابية؟ أنا كل عناصرها متهمون بأنهم إرهابيون، أن له لا يستطيع أي منهم أن يذهب إلى أي دولة عربية، أن يتم ملاحقتهم أمام القضاء الدولي وأمام القضاء المحلي في تلك الدول. ما معنى أن تصنف ميليشيا حزب الله الإرهابية الآن بمقتل رفيق الحريري بالاستناد إلى جريمة صنفها مجلس الأمن أن قلناها إرهابية؟ طيب. ولكن ما ينفع ذلك مع المجرمين والإرهابيين الذين اعتادوا القتل؟ حسن نصر الله اعتاد أن يفاخر بقتل طيب. السوريين. إذن وضع حسن نصر الله اعتاد أن الحزب لن يكون بالصعوبة التي يمكن أن يتخيلها، فبالتالي حزب الله معتاد على الإجرام وقائم على القتل طيب. والإرهاب، وبالتالي يعني جريمة فوق جريمة، وهو يعني من 7 سنوات حتى هذه اللحظة يقتل السوريين في سوريا طيب. وهو يباهي بذلك، فما همه أشكرك. بجريمة اغتيال رفيق الحريري فقط، ليس جريمة اغتيال رفيق الحريري، هي جريمة اغتيال رفيق الحريري والوزراء والنواب والشخصيات السياسية في لبنان وما سبقها وما تلاها، هي جريمة اغتيال كل البلد، هي جريمة اغتيال كل شخص سوري، جريمة اغتيال كل شخص طيب. يمني أشكرك. يشارك فيها تلك الميليشيا الإرهابية التي يجب على العرب والمسلمين وكل العالم يدرك مدى خطورتها ومدى إرهابها. أشكرك شكرا جزيلا. أدرك أنا الوقت في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوفي طارق شندب المحامي الدولي، وكان معنا عبر سكايب من بيروت يوسف دياب الكاتب والباحث السياسي، وأيضا عبر سكايب من بيروت الأستاذ قاسم قصير الكاتب الصحفي. شكرا لكم جميعا مشاهدينا الكرام، إلى حديث عربي مقبل بحول الله تعالى.